بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن واحد برضو من اهم الاوبريتورز عندنا، الا هو الديفايد باي، وهو طبعا باينري اوبريتور. والاوبريتور ده عكس الكارتيزيان برودكت. لو انت عندك تو ريليشنز ار اند اس وعايز تجيب الكارتيزيان برودكت بتاعهم وكانت النتيجة بتاعتك ريليشن جديدة اسمها ايه، فلو قسمت الاي على الاس هيديك الريليشن ار، ولو قسمت الاي على الار هيديك الريليشن اس. يعني سبيل المثال لو انت عندك تو ريليشن ار اهي فيها تو اتريبيوت ار 1 وار 2، وريليشن تانية اسمها اس فيها تو اتريبيوت اس 1 واس 2، فطبعا الكارتيزيان برودكت هيديك الاربعه اتريبيوت، الاثنين اللي موجودين في ار مع الاثنين موجودين في اس. وكل طابل هنا اللي هو سي مثلا ده هيتكرر مرة مع الطابل الأولى في الاس والطابل التانية في الاس. نفس الطابل التانية في الار هتتكرر مرة مع الطابل الأولى في الاس والطابل التانية في الاس. ده كده الكارتيزيان برودكت. الاسم بقى العكس، ان انت يبقى عندك الاي والار مثلا وعايز تجيب الاس. طب اكونستراكت الاس ازاي من حاجتين شبه كده؟ بص، لو بتقسم ريليشن اي على ريليشن ار، فالحقيقه الناتج هيكون الاتريبيوتس اللي موجوده في الاي ومش موجوده في الار. ده الاستراكشر بتاع الاس. يعني على سبيل المثال هنا ار 1 ار 2 اس 1 اس 2 هتقسمها على ريليشن فيها ار 1 وار 2 اللي هم هنا، فالناتج هيكون التو اتريبيوت اللي باقيين اللي هم اس 1 واس 2. طب الفاليوز هتكون عبارة عن ايه؟ الفاليوز هتكون عبارة عن التابلز اللي ذكرت في اس 1 واس 2، بس كل فاليو هنا لازم تكون متكررة مع كل التابلز اللي موجودة في ار. يعني على سبيل المثال اول طابل قابلتنا هي الاي ام، هل الاي ام ذكرت مع الطابل الاولى في الار والطابل التانية في الار؟ تعالوا نشوف. الاي ام ذكرت مع الطابل الاولى اهي والطابل التانية اهي، يبقى هتكون جزء من الناتج. طب الطابل التانية اللي هنا اللي هي البي اند تي، هل ذكرت مع التو تابلز؟ دي ودي، يبقى فعلا هتبقى جزء من الناتج. انما لو انا عندي طابل مثلا سي مثلا على سبيل المثال ام ام وذكرت بس مع واحد اكس، فالحالة دي مش هتكون جزء من الناتج، لان هي موجودة اي نعم في اس 1 واس 2 بس لم تذكر مع كل التابلز اللي موجودة في الار، فمش هتكون جزء من الناتج. فلو انت عندك اكسبريشن شكل ده اي على ار، فالناتج هيكون الاتريبيوت اللي مش موجودة في الار طبعا موجودة في الاي، والتابلز الناتجة هتكون هي التابلز الاسوشيتد مع كل التابلز اللي موجودة مع الار. وهنا كلمة السر، كلمة all دي اللي بتفيدني في كل الكويريز اللي بحتاج فيها كلمة all. عشان ما نتوهش بعيد تعالوا نشوف مثال. على سبيل المثال ده مثال مثلا في الجريد، الجريد في الستودنت اي دي الكورس اي دي والمارك، والكورس هنا في واحد فيزيكس وتو ماث. خلي بالك الطالب الاولاني بياخد الكورس الاولاني والكورس التاني، الطالب التاني بياخد الكورس الاولاني بس، الطالب التالت بياخد الكورس التاني بس. فلو انا عندي كويري زي ده get students who take all courses او take every course، خلي بالك هي دي كلمة السر زي ما بنقول. لو انا عايز احل كويري زي ده احلها ازاي؟ بص سهل جدا، طالما انت عايزه يبقى انت عايز هنا ال student id، ال student id هو الناتج بتاعك اللي هو الكولوم ده، بس لازم يكون associated مع، يعني كل value هنا تكون associated مع الفاليوز بتاعت الكورس اللي موجودة كلها هنا. خلاص، يعني في الحالة بتاعتي اللي هي الواحد اجيبها ازاي؟ لازم الاول ابروجكت على التابلز اللي فيها الحاجة اللي انا عايزها والحاجة اللي موجودة في الريليشن التانية اللي انت بتدور عليها. يعني هنا ال student id وال c id، والتانية دي هبروجكت على الاي دي بس عشان اقدر اقسمهم على بعض. يبقى انت عندك هنا تو اتريبيوت، لما تقسمهم على اتريبيوت تاني هيديك الاتريبيوت التاني، يعني ده الستودنت اي دي والكورس اي دي وده الكورس اي دي، لما تقسمهم على بعض هيديك الستودنت اي دي. ده مبدئيا كده، وده فعلا انا عايزه، انا عايز الستودنت اي دي، وتكون الايدهات دي اسوشيتد مع كل الايدهات اللي هنا. خلاص الديفايد باي، هتلاقي الناتج طبعا هيطلع هو مين؟ هو الواحد. طب ايه بقى الاكسبريشن اللي اكتبه؟ يعني انا هقسم حاجتين على بعض اهو، حاجتين على بعض. ايه هما الحاجتين دول؟ الحاجة الاولى هو الباي على الجريد لطبعا للتو تابلز دول اللي هما الاس اي دي والسي اي دي. هقسم الكلام ده على مين؟ على برضك باي، نخلي دي باي للكورس
على الاي دي. لو انت عملت ده يبقى انت جبت كل الستودنتس اللي بتاخد كل الكورسات. اتمنى فكرة ديفايد باي تبقى مهمة جدا، لانها مفيدة جدا مع كل الكويريز اللي بنحتاج فيها every او all. وان شاء الله ده برضو هنبدأ نشوف عليه مجموعة من الامثلة عشان الكونسبت يعني يتثبت عندكم بشكل افضل. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله.